ماما زمانها جاية جاية بعد شوية جايبة لعب وحياة جايبة معاها شنطة فيها والزوبطة بتقول وك 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 عارف الواد اللي اسمه عادي جد دكتور وعمل له ايه لقى رجله كانوا زي الفتلة بص شوية جواني راح مديله حقنة كبيرة عارف اداله الحقنة ليه ما بيشربش اللبن الصبح وكل اصحابه ضحكوا عليه وهو من يومها شرب وبيكبر واتربى له عضل في ايديه ماما زمانها جاية جاية بعد شوية جايبة لعب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها والزوبطة بتقول وك 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 واحمد برضو ايده مربوطة ومامتو عارف ليه مخصمة كان بيحب تملي يلعب بالكبريت ويشيله معاه وفي يوم جاب كم عود ولعهم واخته بوسي كانت شايفاه راحت النار ملهل بايده لسه ايديه الاتنين وجعاه وهو من يومها لا بيتعفرط ولا بيشيل كبريت وياه ماما زمانها جايه جايه بعد شوية جايبة لعب وحاجات